السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. اللهم اجعل هذا العمل علم ينتفع به في حياتي وبعد مماتي. النهاردة موضوع النهاردة قبل ما نبدأ كده اعمل لايك، عشان موضوع النهاردة مهم جدا جدا عشان يوصل لناس كتير. ازاي النهاردة اصنع بنفسك قطرة للعين، نقط لدمعة العين، ازاي تصنع نقط لدمعة العين للحمام. طيب احنا كنا بنشتري، انا بالنسبة لي انا اشتريت النقط دي متوفرة عندي وبشتريها دايما وفعالة جدا، لكن حضرتك لو من بلد تانية مش هتقدر تجيبها، هي دي موجودة في دمياط، لكن لو حضرتك من بلد تانية ما اعرفش ما لقيتهاش متوفرة، احنا هنقول لك ازاي تصنع نقط لدمعة العين. طبعا في ناس كتير بتعرف تعملها وفي ناس ما بتعرفش. طيب هو انا معايا ديكساتيرول اللي هو نقط للعين والاذن، دي مضاد حيوي واسع المجال يا جماعة ومضاد للالتهاب، دي لوحدها ممكن تكفي، لكن هي بتحط عليها اضافات. ومعاها دوكسي ميسين، ده دوكسي ميسين مضاد حيوي واسع المدى كبسولات، العلاج امراض الجهاز التنفسي الميكوبلازما يا جماعة، يعني تخصصها للميكوبلازما، هي بشري طبعا كل الحاجات دي بشري. ومعانا ديكسا ميسازول، دي حقن امبولات، دي برضو لعلاج امراض الجهاز التنفسي برضو الميكوبلازما، فهي تخصصها. احنا هنشوف بقى هنعمل ازاي كل الحاجات اللي معانا دي. طيب هنشوف دي فيها ايه، دي كبسولات طبعا انا استخدمتها قبل كده، كبسولات بالشكل ده، ودي النقط للعين قطرة. الشكل ده، ودي أمبولة زي كده فيها أمبولات حقن، دي بالشكل ده. هنشوف هنستخدمها ازاي. طبعا هي القطرة دي الأساس اللي هنبني عليها. احنا معانا هنجيب قطارة فاضية، طبعا منضفينها، قطارة فاضية اهي، تمام. هنفك نفتحها كده بالطريقة دي، وهنبتدي نعمل ايه. الاول نفتح أمبولة، تمام، أمبولة اهي، نفضيها كده بالشكل ده، نشوف كده، نفضي المية، فتحناها بالشكل ده، تمام. وهنجيب سرنجة او انك تفضيها، فضيها زي ما تفضيها في الازازة دي، تمام. هو كل ده عشان نخلط الخلطة على بعضها. هنشوف هنخلطها ازاي، اقول لك تعملها ازاي. انا هعبي، هسحب بالسرنجة، الأمبولة لو تعرف حضرتك تفضيها، لو ما في السرنجة ممكن تفضيها في الأمبولة، لو مش هتتكب منك عادي مفيش مشكلة. فضينا هنا، فضيناها بالشكل ده، خلاص ما عدناش هنعوز السرنجة في حاجة. طيب ومعانا الكبسولات اللي قلنا عليها، هناخد منها كبسولتين. شوف حضرتك الكبسولة هتشوف الاتجاه بتاعها وتفتحها، تخلي بالشكل ده، تفضي الكبسولة بالداخل، هنفضي الكبسولتين على الأمبولة. وادي الكبسولة التانية، اتأكد ان هي اتفضناها،
تمام، فضينا الكبسولتين تمام اهو بالشكل ده، دواء اصفر ده، لكن لسه مش كفاية المعانا دي، القطارة دي كمان هنفضيها بنفس الطريقة كده، هنقعد نضغط كده افضل ما تفتحهاش عشان ما تتكبش منك، هنفضيها بالشكل ده، نقعد نضغط لحد ما نلاقي ما عادش فيها حاجة. هي على فكرة فيها كمية قليلة جدا لكن هي فعالة يا جماعة، شوف لحد ما بقت فيه كده، تعرف ان هي فضت خلاص. طيب احنا معانا الغطا بتاعنا اهي، شوف حضرتك بقت الكمية قد ايه، هنقعد نرجها لحد ما يدوب الدواء جيدا بالشكل ده، وكده بقى معانا نقط ممتازة لدمعة العين، لكن لسه ما ترجتش كويس. بعد ما نرجها جيدا هنعمل ايه؟ هنحطها في التلاجة من ساعة لساعتين علشان الدواء يتفاعل مع بعضه، وبعد كده اقول لك نستخدمها ازاي. معانا زغلول اهو نجرب فيه، هو بسم الله ما شاء الله كويس مفيش فيه حاجة، بس برضو هنعلمك ازاي عشان نعرف مع بعض بنات ازاي. معانا القطرة اللي احنا كنا نسينا نقفل الحت جزء ده، لازم ما تنساش لان انت هتحط بالقطرة تمام. هنأتي وبعد ما نقلب كده جيدا هنأتي 5 نقط في الفم، 5 نقط يا جماعة بس، 5 نقط تمام، ونقطة في كل عين. وندلكها كده العين التانية، يبقى كده دي طريقة الاستخدام. وهنأتي بالطريقة دي صباحا ومساء مرتين يعني في اليوم لمدة 5 ايام. كده عملنا القطرة للعين. اقول لك بقى احنا كنا اشتغلنا بايه قبل كده علشان موضوع دمعة العين ده، كنا اعطينا الدوائين دول في فيديو سابق اللي هو كوليفيت، واعطينا بلوموكس ده لموضوع لدمعة العين والخنفرة والحشرجة والتنفسي، يعني اللي تلاقي الفرد تبدأ تاتي على طول من ساعة ما تلاقي الفرد بيكح او بيعطس. بنضيف عليه بقى كمان، عملنا له اضافة تانية، اي موسع شعب يا جماعة، اي دواء بشري موسع للشعب او بيطري كمان موسع شعبي. انا جبت اوليفانت ده اللي كان قدامي كويس جدا، موسع شعب بشري كويس جدا تمام. يبقى دول اللي بنضيفه عليه، هنحط غطا من ده كمان اضافة على الدواء التاني ده للماء الشرب يعني. لكن احنا كده خلصنا اللي هي القطرة اللي هي نقط لدمعة العين، كيف تصنع نقط دمعة العين. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.